أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا سائل من فرنسا يقول: أنا أعمل في مطعم يبيع المأكولات المباحة شرعا، وإذا دخل الخطيب لصلاة الجمعة نغلق المحل ونذهب إلى أقرب جامع للمطعم، ولكن الخطيب يدعو إلى بدع مثل بدعة المولد النبوي، فهل يجوز أن نذهب إلى هذا المسجد علما بأن مدير المطعم يجبرني وإلا سيفصلني؟ إذا كان هناك مسجد قريب وليس فيه الدعوة إلى البدعة اذهب إليه، أما إذا لم يكن إلا هذا المسجد فصلي به ولا تترك الجماعة أو الجمعة مع مناصحة الإمام وبيان أن هذا بدعة ولا يجوز الدعوة إليها. نعم. أحسن الله.